نظم صباح اليوم أعضاء مركز الإمام أبي الحسن الأشعري للبحوث والتدريب والدراسات العقدية والفقهية والتصوف الإسلامي، نظم ندوة علمية حول الاقتصاد في جهة حضر الندوة المهتمين بشأن الاقتصاد الوطني. جرت المناسبة بقاعة المحاضرات بالجامعة الكبير للملك فيصل. تقرير عائشة أحمد دوقي. الإدارة والاقتصاد في جهة بين الواقع والمأمول، من هذا العنوان الذي شغل أفكار المجتمع التشادي بمختلف أطيافه، الأمر الذي دعا أعضاء مركز الإمام أبي الحسن الأشعري للبحوث والتدريب والدراسات العقدية والفقهية والتصوف الإسلامي على إقامة ندوة علمية يتم من خلالها شرح الواقع الاقتصادي المعاش في البلاد والأمل إلى تغييره نحو الأفضل. هذه الندوة لخصت محورين أساسيين، الأولى كانت بعنوان حقوق وواجبات العمال والتي قدمها الدكتور محمد بشر الكاتب، ساردا فيها التاريخ الإداري منذ زمن الاستعمار. هذه الواجبات يعني تفرض له أو تسبب له حقوق، هذه الحقوق سواء كانت عالمية، حق الاحترام، حق التقدير، حق المشاركة، حق الاعتراف به كموظف، بالإضافة إلى ذلك الحق المادي. ذلك من الحقوق له الحق أن يترقى في السلم الإداري. أما المحور الثاني تطرق فيها الدكتور ناصر الناعي إلى معوقات الاقتصاد التشادي. هناك معوقات كثيرة في كثير من الاقتصاديات، تحاول الاقتصاديات للدول التي يوجد لديها إدارة سليمة أو يوجد لديها تخطيط سليم معالجتها بعدة طرق مختلفة، ولكن دعنا نذهب إلى مواطن الضعف في الاقتصاد التشادي، ولدينا أشياء تسمى بالمعوقات البنية التحتية الاقتصادية. لم يتوقف أنشطة المركز هنا فحسب، وإنما يسعى إلى تناول القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والإقليمي في الحياة اليومية،